أحلى عائلة، شلونكم كيكاتي؟ أتمنى الكل يكون بخير. أكيد عرفتوا موضوع الفيديو من العنوان، اعذروني شوية إذا أطول عليكم بصراحة لأنه تعبانة. إن شاء الله قريبا ترجع دكتورتي من السفر وأعرف شنو اللي بيها. على العموم أحبكم كلش هواية ومشتاقة لكم كلش هواية، ما راح أخلي المقدمة كلش طويلة، يلا تعالوا خلونا نبدي فيديو اليوم. طبعا انا دائما بتنظيف الغرفه احب ابدي بالركن اللي بين المكياج، انتم تعرفون احيانا هوسه شوفوا هنا واقع باودر اشياء تصير، فاحب دائما ابدي به حتى ابدي بالتنظيف، بعدين ابدي بتنظيف الغرفه كامله. طبعا مثل ما تذكرون يمكن ما ادري قبل اسبوع او اسبوعين يمكن نزلت روتين وقلت لكم انه شوفتكم انه انا مشتري شغلات للغرفه، قلت لكم اذا تريدون نسوي فيديو عن تنظيف الغرفه وهواي كتبتوا اي ريد، ادري طولت عليكم بس صدقا اني قلت لازم اشارككم بهذا الروتين حتى لو طولت عليكم. فاليوم انا الاوان وراح نسوي تنظيف الغرفه مال النوم. طبعا احنا هنا جونا مو تراب يعني، فانا امسح الاخشاب كل 3 ايام كل يومين يعني مو سوار، بس اليوم حبيت اشارككم بهذا الفيديو حتى تكونون وياي وهم بنفس الوقت تحفزوني حتى انظفها على السريع. طبعا انا كلها راح افرغها هنا بالصندوق لانه الياس بالبيت، اذا اخليها على الشربايه واذا اخليها بمكان ناصب راح اقرا عليها السلام وراح تتكسر كل الغراض، بس هو حاليا بالتلفزيون ذا يبغى ان شاء الله ما يجي. طبعا هوسه صار شغلات مالي هنا جايه هنا عادي، انتم تعرفون واحد مني مكيج خصوصا اذا عنده طلعه ومستعجل ما ادري شلون الغراض تنضبط كلها ويا بعض، بس انا مال الفرج فورا دا ارجعها بمكانها حتى لا تتهوس علي. طبعا انا للاخشاب احب استعمل هذا هو مناديل مبللة او حسب شنو تسموه، هو خاص بس للتنظيف، انا اشتريه من الاكشن بالنسبة اخاف اذا اكو احد راح يسألني، صراحة بنات ممتاز للتنظيف كلش احبه وكلش سهل، ولا قماش ولا القماش تعال كل شوية غسلي خلاص، هو تستعمليها وتذبينها لما انه خلاص بعد تحسين ما راح تنظف. بالاضافة ريحته كلش طيبة هيجي ريحة ليمون، يعني ينطي ريحة كلش طيبة للاخشاب. اليوم حابة احكي وياكم فد موضوع، لما نزلت فيديو لما كنت مريضة وابو الياس هو اللي طبخ الاكل، فكلكم كاتبين انتي حلوة بدون مكياج، اكو بنفتك كتبت لي دائما طلعي بدون مكياج وشجعينا انه نطلع بدون مكياج. طبعا انا اذا تلاحظون بشرتي يعني كلها حبوب وعادي، انا اليوم هم ترى طلعت لكم بدون مكياج مجرد حاطة شوية خافي عيوب لانه صراحة صار لنا كم يوم دا نسهر، الياس متحولة نومته ما اعرف شلون تبدلت فجأة، يعني تخيلوا يومية ينام بالخمسة العصر بالستة العصر يقعد لي بثمانية وبعدين ما ينام لثنتين للوحدة، واني ما اكون نوم بالنهار لانه من هو نايم بالنهار استغل نومته اقوم اشتغل. طبعا كملت ترتيب هذا كله، هسه راح ارتب هذني وامسح كل شيء همينا حتى ننتقل لغير ركن بالغرفه. هيك هاي رتبتها بهاي الطريقه، ما ادري ما احب الهوسه لانه هنا انا حاطه كل علب بالظل حتى بسهوله اوصل لها، وهذا هنا أنا هو اصلا هم بسهوله اوصل لكل شيء اريده لانه هو يفتر بهاي الطريقه. أنا غسلتها بس شنو قلت ماكو ويها اكويها وياكم حتى يصير همين يصير لكم حافز حتى تقولون تاخذون وياي الغرفة، فهسه بس دا انتظر الاوتي يحمى حتى اكويها، راح استعمل هذا الاوتي هواية اسهل من ذاك الاوتي ميز ودوخة، هذا كلش مريح بصراحة عادي أنا واقفة راح اكويها حتى بعدها امسح اخشاب الشرباية ونحط اللحاف الجديد اللي اشتريته من صالونيو المقلب. اي فنرجع لموضوعنا، فاستغل نومته اشتغل بها يعني لا كنوا بالنار ولا كنوا بالليل، شوفوا حركات الياس ما تخلص. طبعا اريد احكي لكم فد موضوع، احنا اغلبنا او البنات لما يشوفون البنات المشاهير دائما يشوفون طبعا الياس ما طلع من الغرفه الا برشوه، شوفوا ايش اخذ، زين هاي الغراض مالتي، هاي غراض نسائيه بناتيه يا ولد. كبو كبو يعني داي، بس هنا أنا لأن هو يداوم بالحضانة فيقولوا له كوكو، هو كبو.
كابو كابو. يلا انا راح اكمل بالغرفه. طبعا كان عاجبني اغير ديكور الشربايه، بس ابو الياس لما نقاسها شفناها انه ما تكفي، فخلص راح تبقى مثل ما هي، وهي هم شكلها حلو. هي فيديو المقلب بكره ابو الياس ما خلاني اخذ اللي اريده بصراحه، لما وداني خطيه حتى يعوضني. طبعا هو اشترى لي اثنين، بس انا ما اخذت اللي عجبوني اثنين هم، لا اخذت غير شكل. هذا كلش حبيت شكله بنات. شوفوا هذا شكله هيك راح يصير. بنفس الوقت قماشه ستن يجنن، فكلش حبيته واخذته. اخذت هذا، هذا يصير قطن طبعا، هم شكله حلو. هذا هيك يصير شكله ويرهم على الوجهين، يعني اما على هذا الوجه او على هذا الوجه، كلش حلو. اخذته يعني شي عادي، جزء احتاجه بعدين. تعرفون التشراتشف هواي الامور احنا ما دائما نحتاجها. بالنسبه لهذا لانه بهذا اللون البيج، فاني اخذت وياه تشرتشف بيج، وهم وجوههم خاديد بيج، هو هم بوجوههم خاديد، بس انا احب اخلي اربع مخاديد. طبعا انا دائما اخلي تشرتشف ابيض كبدايه، يعني هذا التشرتشف دائما ابدله ما عدا الفراش. هسه لازم البس اللحاف، لانه هنا أنا ما يبيعون الحفان، يعني هم يبيعوه هيك بهذه الطريقه وجه لحاف واحنا نلبسه. فصراحه البس وجه اللحاف وياكم ونرتب الشبايه بعد ما مسحنا الاخشاب، حتى نرتب الديكور اللي هناك، لان اشتريت ديكور جديد ذاك الكوميدي. فنرجع للموضوع. طبعا اغلب المشاهير لما ينزلون صور على السوشيال ميديا يخلوا لها فلاتر، يسوون عليها فوتوشوب، وهذه حريتهم الشخصيه. اكيد اني ما اتدخل بالموضوع، بس لما تجي بنوته عاديه تشوف راح تقول شلون هم بشرتهم هيك مرايه 24 ساعه، ليش انا بشرتي تعبانه، ما اعرف شنو. بس الحقيقه احنا عندنا كلنا مسام، كلنا عندنا حبوب. لذلك اني راح احكي لكم فد موقف ورا شويه. طبعا اني هنا لازم اكوي التشرتشف، قبل كنت اتعاجز بس بهذا الاوتي رهيب. طبعا هسه راح ارتب وياكم هذا الديكور اللي هنا، يعني نسيت اقصها بصراحه. اول مره اشتري من هاي الشمعاني، ما احبها اقول ليش هذيك، بس اضاءتها عجبتني قويه. طبعا هذا باكيتها هم اخذتها من الاكشن، وتصير الباتريات مالتها باتريات قلم، مو هذه الباتريات الصغار. انا اشتريت ديكورين لانه على اساس اخلي اغير مكان الشربايه واخلي واحد منا واحد منا، بس مثل ما قلت لكم ابو الياس قال لي ما تكفي، فهيك حلو ديكور نازك وناعم. بس الديكور اللي اشتريته الثاني عادي راح اخليه، لانه ناوية اجيب ثلاجة بغرفة النوم، اريد ثلاجة صغيرة بغرفتنا تكون، فراح اخلي الديكور الثاني فوقها. تقريبا نفس هذا، بس هذا يختلف شكله. يجوز من اجيب الثلاجة اروح اشتري شمعدانات اثنين نفس الشكل، حتى ما يصير اكو اختلاف. انا صراحة انا جايبة شمعدانات كبار اللي هي هذه، بس هسه لما كنت قاعده اجرب على قبل ما اصور حسيته ما حلو كله كبار، فجبت هذا شمعدان عندي قديم من المطبخ، واحد انكسر وبقى واحد، فقلت يلا خلي استعمله هنا. كلش حلو كلش نازك، ان شاء الله الياس يعوفه بحاله وما انكسره. طبعا هسه هم راح ارتب ميز المرايه. صراحه احنا نسميه ميز التواليت، بس اكو غير دول تسميه ميز المرايه. على العموم شوفوا هذه انا كنت حاطه صينيه هنا. شوفوا الياس شلون قطع كل الفصوص مالتها، فراح اشيلها. وهاي هنا عندنا صور مالاتنا، انتظر ابو الياس يرجع حتى يدق اياها بالحائط، هي وكلمه لوف. هسه شوفوها بعدين، بس راح انظف هذا مكانها واسوي له ديكور، لان حابه اغير له الديكور. الترتيب مالته ما عاجبني، فراح اسوي له ديكور جديد. هاي مال الياس يحبها، باليد يفتحها دائما الذبانه مالته. ان شاء الله من ارتب غرفته اخلي هي مشربايته. اي فنكمل الموضوع. فلما انت كانسان عاديه يعني دائما راح يسبب لك هذا الشيء تعب نفسي، لان تشوفين انه البشره تمام كل شيء تمام، لا اكو مسام لا اكو حبوب، بس البعض اكو يخفوهم. الاسباب شخصيه، انا من الناس اهم احيانا اطلع بالفلتر لما اسجل ستوري او شيء، بس بنفس الوقت اني ما اكره نفسي، بالعكس اني احب بشرتي بحبوبها وبدون حبوبها. راح احكي لكم فد موقف. شوفوا كان عمري 17 سنه، بعدني صغيره واكيد ممنوعه اخلي مكياج. فمره كنت رايحه للدوام، كانت طالعت لي حبايه بخدي، فكنت حاطه عليها لاصقه مات جروح. بنفس الوقت صعدت بنيه بالباص، شفت هذه البنيه مخليه مسكاره مخليه ايلاينر، بس بشرتها كلها حبوب 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 يعني. فبصراحه كلش استحقرت نفسي، قلت يعني شوفي هي انا طلعت لي حبايه مستحيه وما اعرف شنو، بينما هي
بشرتها هيك متقبلة نفسها وطالعة ببشرتها. احنا كل ما نكبر يوم كل ما ينضج عقلنا اكثر. فبصراحة من هذاك اليوم لحد يومنا هذا انا لما عندي حبوب ببشرتي ابدا ما استحي، واكبر دليل ان تشوفوني عادي دا اطلع ودا اصور وياكم. واصلا لما يصير عندي حبوب بالبشرة واحس بشرتي تعبانة ابتعد كل الابتعاد عن كريم الاساس، اخلي بشرتي تتنفس مجرد ارطبها، وإذا طلعت أخلي لها واقي شمسي حتى أحافظ عليها من التصبغات. فلا تستحين من شكلك، عادي طلعي بدون مكياج، ترى إحنا كلنا حلوين، كل مرة إلها جمالها اللي يجنن. والله العظيم بنات ترى الملامح تخبل بدون مكياج، أحيانا كثرة طبقات المكياج تخلي الشكل شلون أقول لكم، يعني تحسين ملامحك متغيرة. هذا الديكور مال ميز المراية همينة صار جاهز، خلص خلصته. هو لازم شوية يتحرك. أنا هاي الشموع مخليتها بس منظر، يعني صراحة ما أعلقها لأن عندي طفل بالبيت، وأنا أساسا بصراحة ما أحب هاي الشموع لأنه خطرة خصوصا بالغرفة، بما أنه أكو طفل ممكن يسحبها، فأفضل هاي الشموع الإلكترونية آمنة وهم شكلها حلو. هيك الديكور سويته، حبيت شكلها بصراحة. طبعا هاي الشموع انا اشتريتها لمدرستي بالكورس الاول، طبعا انا راح يبدي الكورس الثاني مال الدراسه مالتي ما بقى له شيء ايام، فاشتريتها على اساس كتبت لها رساله حلوه اطبعها على شمعه، وعلى اساس اطبع صورتي وصورتها على الشمعه الثانيه حتى تبقى ذكرى. بس للاسف ما لحقت اطبعها يعني لانه كان اخر يوم، وبوقتها ابو الياس راح ما لقى المحل مال اللي يطبع الصور، يعني صارت اشياء فما كانت من نصيبها. يجوز على الكورس الثاني ان شاء الله هدي هي اذا طلعت نفس المدرسه، واذا طلعت مو نفس المدرسه عادي انطيها اسوي اكيد اشتري شموع جديده واسويها لمدرستي الثانيه. بس يلا خلونا نكمل تنظيف الغرفه. طبعا اني ودا انظف المرايه والخشب مال الكنتور جت ببالي فكره اسوي لكم جوله بملابس الطلعه، بما انه هواي تكتبوا لي سوي لنا جوله بملابس الطلعه مالتك، فاليوم هم راح نسوي جوله بملابس الطلعه. اتمنى هاي الجوله تعجبكم صراحه، بس بملابس الطلعه لان ملابس البيت هي شيء خاص ما اقدر اسوي لكم بي جوله، فاتمنى تستمتعون بجوله الملابس. يلا خلينا نبدي بالجوله. يعني فد مبدا، اذا ملابس ظلت بالكنتور سنه كامله وما لبستها معناها ما راح البسها، فاني لما اجي اعلق ملابسي اعلقها كلها باتجاه واحد، ولما ارجع البسها وارجعها بالكنتور بعد ما اغسلها او ما الى ذلك اعلقها بطريقه عكسيه، حتى اني لما يخلص هذه السنه اعرف اني شنو الاشياء اللي لابستها وشنو الاشياء اللي ما لابستها. طبعا اكيد بغض النظر عن اشياء المناسبات، الا اذا اكو مناسبه يلا، والاشياء اللي ما البسها اغسلها اكويها اعطرها وارتبها وانطيها للمحتاج. خلينا نبدي بالجوله مالتنا. طبعا اول شيء انا قاسمه الكنتور من هنا الاشياء القصيره اللي هي القمصان والتنانير البناطيل ما اعرف شنو، بعدين اقول لكم ليش. فخلينا نبدي من هنا. اول شيء حابه اراويكم اياه هذا الفستان، اشتريته قبل ايام، اخذته من اتش ام، عجبني كلش عجبني. شوفوا هاي شو اسمه، هذه الايد مالته، وهو هيك موديل. الشيء الوحيد اللي ما عجبني بيه هذه هنا اكو خياط، بس قلت ينحل البس احزام، ويراد له صراحه الردن فلازم اوديه للخياطه حتى اقدر البسه، بس كلش حبيته كلش حلو. هذا اموت عليه بنات، طبعا هذا بشت شوفوا بعده بالتيكت مالته، هذا اجاني هديه من العراق من اختي، كلش حلو يجنن ولونه يجنن، بس بعيب واحد كلش طويل علي، فاني اريد اخذه للخياطه تقصر لي اياه حتى اقدر البسه، كلش حلو يلبس جوا بادي وبنطلون ابيض. اغلب البناطيل البيضة تكون تراري، بس هذا راح يكون شيء طويل فوقها ما راح يبين، وصراحه هيك احسه حلو المناسبات العيد، حلو اذا عندي عزيمه بالبيت، هم مريح وبنفس الوقت حلو، فلازم اودي للخياطه اقصره. هذا فستان طبعا هو فخين، يعني لبس بالشتاء يجي هنا بحزام همين مالته، الحزام اني ذابته لان قماش اني اخليه من الاحزمه الجلد اللي اني اشتريها. هذا عندي فستان اخضر، هذا يصير قصير انا ما البسه، يعني اذا بطلعه ممكن اذا جاييني جمعات صديقات بيناتنا بنات اذا اكو مناسبه نحتفل بيها، بس يعني لازم مناسبه مو مختلطه بس بنات ممكن. طبعا هذه القلابيه وقتها اشتريتها حتى البسها
شلون احنا نقول لما يجوني العالم يباركوا لي بمناسبه ولادتي بالياس. صراحه ما انا اشتريتها، ابوي وقتها جاب لي هديه من السعوديه، ولابستها يمكن لو مره لو مرتين ملابستها، لانه هذه الشي صفه لها كلش يعني كلش كبيره. نسيت شو اسمها. اوكي خليني اشوف الفيديو صار كم دقيقه، شويه ونسد. طبعا هاي عده فساتين قصيره، كوما فساتين صراحه يعني ما تصير جمعه بنات ولا تصير اكو مناسبه بس بنات قاعده بالكنتور، بس انا ادري راح يجي يوم امل وراح اذبهن اقول افرغ مكان الغير شيء. هذا اشتريته اني قبل فتره فستان، طبعا هذا هم شتوي البس جوابوت، بس هم عيبه بي هاي فتحه كلش كبيره. راح اقول لكم لقيت فتشي اشتريته شوف قد حلو حل هاي المشاكل، لان هواي ملابس عندي ما البسها. طبعا هذه تصير كيمونه، هي ناس يلبسوها هيجي، بس انا اشتريتها حتى اي شيء تكون شو صغله هاي الياخه ما اعرف شنو مالته فتحتها كبيره، هذا يجي راح يلزق على الجسم وبنفس الوقت راح يضم لي هذه كلها، فجدا مريح فاخذته. اريد اروح للمحل، طبعا اخذته من نفس المحل اللي قلت لكم اشتري منه ملابسي، فاريد اروح للمحل اشتري منه هوايه الوان. هاي هنا عندي بعد فساتين امور، سويت لكم جوله سريعه. قمصان، هذا القميص هم اخذته جديد وبعدني ملابسته كلش حلو، هذا هم راويت لكم اياه ذاك اليوم. هاي الاشياء اللي معلقتها على الكيس اريد اعلقها صح حتى ما اخربط. هذه نص ردن صراحه اذا البسها البس جواها بدي، وانا احسها دا تطلع مبهدله من اللي البس جواها بدي، فهم خالتها مرات البسها بالبيت يعني من بعدنا ما عندنا شيء. هذا شتوي طبعا قميص شتوي، انا معلقته بالعكس لانه بيها ذني تسلت لي الملابس فيجي يوم بالشتاء ونلبسه. طبعا هاي الجاكيت الوحيد اللي مخليته لان الجو عندنا بهاري، بس القبابيط وهاي الامور بعدني ما طلعتها، بس يراد اطلعها الجو بدا يبرد. هاي هنا معلقه كل البناطير العريضه الصيفيه. اوكي هذا اشتريته على العيد صغير ويا بنطرونه همين، وبعدني لحد الان ملابسته ما اعرف ليش اشتريته، بس هسه راح اراويكم ليش مخليه منها القصار ومنها الطوال. شوفوا بنات هاي الفكره صراحه اخذتها من ابو الياس، شفته اشترى نفسه من هذا وحطه بكنتوره. قلت له ايش تسوي؟ قال لي فيدني اريد اخلي بيه العده وهاي الامور حتى الياس ما يوصلها، فقلت له انا يوم جيب لي واحد. كنت دائما احتار بهذني البلوزات الشتويه البناطير ما الهن مكان، فصارت هنا بقالبها. شوفوا البناطير سويتها على شكل اسطوانات، هاي هنا تكرمون همين هم فكرة ابو الياس اشترى نفسه وانا قلت له جيب لي. طبعا هاي هنا تكرمون الاحذية الصيفية، صراحة انا عندي كومودي الاحذية كلش صغير فمدى يكفي يم الباب، بس انا هاي الاحذية احتاجها وما اريد اخليها كل ما احتاجها لازم اروح اطلعها من مكانها، فهم خليتها هنا بهاي الطريقة. وشوفوا ما متأثر الكنتور فوق هنا، انا مخلية الجنط طبعا هاي الكاميرا مال فلوقات، ورا كلش اني مخليه ملابس الحمل اللي كنت استعملها لما كنت حامل بالياس ما محتاجتها، فمخليتها لي فوق يعني لما يجي حاجتها. طبعا انا كملت الغرفه نظفتها، بقى بس اعطرها، بس بقت هذني الشغلات شوفوها ياتها دا انتظر ابو الياس يجي حتى اعلقهن، بس ابو الياس لحد الان ما اجى، ف اذا ما اجى راح انهي وياكم الفيديو وبعدين عد بالروتينات الجايه تشوفون من نخليها على الحائط. وهذا شكل الغرفه بعد التنظيف، طبعا المفروض ابخرها بس انا على مود التهاب صدر الياس مدى اسوي اي بخور بالبيت بهذا الوقت. طبعا هذاك الديكور يجنن كلش حبيته، يجنن هالقد ما هو ناعم وحلو. هاي هنا المكياج، طبعا انا بهاي الصناديق حاطه شغلات شراكف الاجهزه هاي الامور. طبعا هاي المرايه هنا مكانها بس لما كنت ارتب المكان نسيت اخليها، وهنا انا مرتبه العطور بهاي الطريقه، طبعا العطور الفوق لابو الياس والعطور الجوا الي وبس. اتمنى تشجعتوا وتحفزتوا وياي بتنظيف الغرفه اليوم. من اكثر
أكثر الأشياء اللي انطلبت مني، هواي طلبتوا مني أسوي لكم هاي الضفيرة سواء هنا بالتعليقات أو مسجات بالأنستا، فاليوم راح نسويها سوية. أول شيء أنا مشطت شعري وقسمته مثل ما تشوفون، هسه راح آخذ هاي بهاي الطريقة ألفها حتى أنطي شوية منها نفشة، بعدين راح أجي هنا مثل ما شفتوا اشيل الشعر هذا اللي زايد عندي، تبقى هاي الخصله مفتوحه. ايش راح اسوي؟ راح استعمل هذه الاداه، هي خاصه مال الشعر، راح ادخلها هنا بالكتر او باللاستيك، صراحه ما اعرف شنو اسمه او شنو تسموه حسب، بس المهم الفكره راح اخذ هاي الخصله نفسها الفها على حتى لا يبين القراصه، بعدين اجي ادخلها هنا واسحبها بهالطريقه حتى تصير ويا الشعر. خلونا نمشط الشعر همين. طبعا هذه اختياريه، تقدرون فورا تبدون بالضفيره وتقدرون الضفيره تبدوها بالنا اذا اكو احد يسوي لكم اياها. بعدها راح اخذ هذا الشعر اقسمه بالوسط مثل ما تشوفون، بعدين هسه صار عندي خصلتين، بعدين راح ابدي هاي كل خصلة بخصلتها هم أقسمها من الوسط وأدخل الخصلة الثانية بيها، وأستعمل من هاي اللاستيكات الناعمة اللي تصير بيها، أكو ناس يسوون بيها سوارات وقلايد، أدخلها بهذه الطريقة بالشعر. أوكي، بعدين راح أرجع أخذ الخصلة الثانية اللي قسمناها ويا الشعر، ضروري تكون متساوية بالحجم، شوفوا، وأدخلها همينة بهذه الخصلة واربط هاي الخصله بنفس الطريقه اللي قبل شويه ربطنا بيها الشعر، ونكمل الى ان يخلص كل الشعر عندنا. هسه أنا خلصتها، ما راح أكمل لأن هاي هسه تعبت على العموم. أكو خطوة كلش مهمة حتى الضفيرة تصير كلش حلوة. أول شي اللي راح أسويه راح أبدي أفتح الشعر بهاي الطريقة حتى ننطيها فاليوم. طبعا هاي الطريقة تقدرون تسووها ويا أي ضفيرة، يعني حتى الضفيرة العادية هاي أم ثلاثة تنطي هيجي نفشة للشعر وتبين الشعر ثخين وحلو. اوكي، راح استمر اني الى ان اكمل كل الضفيرة بهاي الطريقة. اهم شي تسووها بشكل متساوي حتى تبين حلوة. شوفوا هسه انا عندي كلها، بس عندي هذين صغار يعني مبينات اصغر، فراح اسحبهم. هذا شكل الضفيرة بنات، هي صدق حقكم هالقد تطلبوها، كلش شكلها انيق وكلش حلوة صراحة، تنطيك فد فوليوم للشعر، تحسسك انه شعرك كلش كلش ثخين، فهذا الشي كلش حلو. بس هذا شكل الضفيرة تجنن. واللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو حبايبي، اتمنى فيديو اليوم عجبكم، احبكم كلش كلش هواية، مع الف سلامة، وباي باي.